صباحكم الله بالخير والسرور جماعة الخير، كيف حالكم الأحبة أعزائي؟ الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله يا رب. نتكلم عن ثلاث ملاحظات، ثلاث ملاحظات مهمة جدا 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 أتابعها طول الأسبوع الماضي اللي قاعدة تجيني على الخاص، فحبينا نتكلم عنهم بشكل سريع ومهم علشان نقدر نستفيد من الأمر اللي مخلي كثير منا ما قاعد يعرف وين الصح وين الغلط. زين، شنو الملاحظات؟ الملاحظة الأولى الماء اللي هو السقي، الملاحظة الثانية طريقة التسميد، الملاحظة الثالثة لما آخذ شتلة جديدة شو أسوي فيها. الشغلة الأولى الماء السقي، السقي بشكل عام الله سبحانه وتعالى شو يقول؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، لكن الماء في الزراعة سلاح ذو حدين، إما ينعشها وإما شنو يقتلها. إذا قللنا الماء عليها قتلها عطشت وماتت، إذا زيدنا الماء عليها اختنقت وماتت. فالاعتدال مهم جدا جدا في السقي. طيب شلون نسقي؟ ما نيش إنسان على وجه الأرض عن طريق مسج أو عن طريق رسالة أو عن طريق رسالة صوتية يقدر يقول لكم عط هالقد ماء أو تسقي هالقد ماء، لأن عملية السقي تعتمد على قانون واحد. شنو القانون يقول؟ عينك مقياسك أو عينك ميزانك. زين، أنا أجي أقول لك اسقي هالقد وهالقد عدد مرات في الأسبوع، هل أنا عرفت التربة مالتك نوعيتها شنو؟ لا، أنت تعرفها. هل تربتك طينية أو من النوع اللي يحتفظ بالماء أو تربتك من النوع اللي ما يحتفظ بالماء؟ اللي تحتفظ بالماء عملية السقي مالها مختلفة، واللي ما تحتفظ بالماء عملية السقي مالها مختلفة. طبعا اللي تحتفظ بالماء بقلل، اللي تشرب الماء بسرعة راح أزيد. هذا أنت تعرفه، مو أحد غيرك يعرفه. وشلون تعرفه؟ لما تشوف إن تربتك مثلا دائما عطيتها اليوم خلال أسبوع كامل أشوفها ما جفت. زين، ايش معناته؟ معناته انك تحتفظ بالماء، معناته لازم اقدر الوقت اللي انا احتاجه علشان اسقي النبتة. ما يصير اعطيها 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 يوميا، اعطيها شغل الهوز فوقها واعطيها، ما يصير بتقتلها انت. زين، الشغلة الثانية التربة نفسها اشوفها تجف خلال يومين فبعطيها خلال يومين. شلون اجي اشيك التربة محتاجة الى ما تجف؟ هذه التربة الان مش محتاجة الى ما مسقية امس، مجرد اني لمست السطح شو شلون يتلصق في ايدي؟ رطب. طيب ثلاثة أربعة أيام أشوف السطح جاف، آخذ صبعتي وأشيلر شو شلون يتلصق؟ معناتها رطبة التربة، مش محتاجة إني أعطيها ماي. الماي الكثير يقتل أسرع من التعطيش. التعطيش يتعب، ما أقول ما يتعب، ولكن ما يقتل بسرعة الاكثار من الري. فلازم نكون متوازنين في هذه الشغله، احنا ضروري نكون متوازنين في عمليه السقي. اكرر، ما في احد يقدر يقول لكم متى تسقي او ايش قد تسقي، لان انت اللي تشوفه بعينك هو ميزانك، تشيك تربتك قبل ما تسقي. راح مع الوقت تعرف ان تربتك هذه تحتفظ بالماء او ما تحتفظ بالماء، انت راح تعرف. فهذه مسألة الماء، الملاحظة الأولى اللي لاحظت كثير من الناس يسألوني شلون نسقي وش قد نسقي ومتى نسقي وكذا. وضحناها؟ وضحناها. بالنسبة إلى التسميد، الملاحظة الثانية، لاحظت كثير من الناس الأسبوع الماضي في الخاص قاعد تتكلم إياي أنا سميت هذا الأسبوع بMPK، الأسبوع اللي عقب سميت بGulf Agro، وعطيتهم بعد قبل بيومين السماد بقري سائل، وعطيتهم كذا وعطيتهم سماد كذا. ليش هذا كله؟ انت ما قاعد تسويش، انت قاعد تضر النبات بشكل مبسط. حتى لو كنت انت ملتزم بالجرعة، حتى لو كنت انت ملتزم بالفارق الزمني ما بين كل جرعة وجرعة، بس هذا خطأ. الأسمدة مو عصا سحرية انا اجي احطها للنبتة وخلاص من اول جرعة تعطيني نتيجة. لا، السماد هو عملية بناء تسميد إلى التربة، يحتاج على أقل تقدير 6 جرعات أي بمعدل شهرين
علشان اشوف النتيجه. طيب مثل حال الفيتامينات اللي ياخذها الانسان، الكبسولات هذول فيتامين د يعطونكم اياه 3 شهور، ممكن من جرعه واحده ممكن ينفع له بناء يبني داخل الجسم. في بعض الادويه للانسان يستخدمها مو 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 في الحال تطلع النتيجه، تحتاج الى شهر شهرين 3 يستخدم نفس الدواء علشان تطلع النتيجه. الاخوه الافاضله الاطباء يعرفون هذا الشغله. السماد نفس الشيء بشكل سريع، انا بس بقول لكم الطريقه علشان نكون واقعيين وافضل نتيجه نعطي النبته. انا ما ابغى استخدم اسمده ثانيه، ما بخربط عليكم، بستخدم جلف اجرو. جلف اجرو بستخدمه واحد، هذه جرعه، هذه 2، الجرعه الثالثه، هذه الجرعه الثالثه، هذه الجرعه الرابعه، تمام. عطيت هذا اليوم، عقب 10 ايام عطيت، عقب 20 يوم عطيت، عقب 30 يوم عطيت، كلهم جلف اجرو. جلف اجرو ها، كلهم جلف اجرو. الشهر اللي عقب نفس الاليه، جلف اجرو 1 2 3 4. ما بتكلم عن شيلات الحليب، ما بمدخله عن، لا نخربطكم. جلف اجرو بنقول لان سماد عضوي يحتوي على جميع العناصر الموجوده سواء الكبرى او الصغرى. هذا شهر فبراير، هذا شهر مارس. كم جرعة عطيت؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. هني أقدر أحصل نتيجة، أنا أقدر أحكم على جلف أجرو هل هو زين أو مو زين. أنا لما أجي أقول لكم من أفضل الأسمدة اللي استخدمتها، أنا مجربنا بهذه الطريقة 8 جرعات، 8 جرعات على مدى شهرين، أو 6 جرعات على مدى شهرين، ما بين 6 إلى 8 جرعات عطيت أسمدة. أتحرك بهذه الطريقة، ما يصير أعطي جلف أجرو اليوم، عقب أسبوع أرد أعطي إم بي كي، عقب أسبوع أرد أعطي حديد، عقب أسبوع أرد أعطي سماد بقري، لا ما يصير هذا الشيء. هذا الجلف أجرو ما قدر يبني، وجلي سماد كيميائي، وتالي جلي سماد كيميائي، وتالي جلي سماد عضوي. هذا ما بنى، هذا ما بنى داخل التربة، وهذا كذلك ما بنى. مع الملاحظة البسيطة أن السماد العضوي البقري هذا يأخذ مدة طويلة علشان يتحلل. فأنت تخيل لما أنا أخذ هذا وأحط عليه جلف أجرو، يعني عطيت اليوم هذا مثلاً، عقب 10 أيام جيت عطيت إم بي كي، جيت عطيت حديد، جيت أنا قتلت النبتة. فعلياً أنا قتلت النبتة. الأسمدة لما بتعامل وياها، أي نوع من الأسمدة بتعامل وياها، يجب أني أنا أسوي نوع من عملية البناء للتربة في الأسفل التسميد. على الأقل أمشي على جلف أجرو مثلا، مو شرط، على جلف أجرو مثلا أمشي 8 جرعات متواصلة حق أقدر أعرف نتيجة هذا السماد وأثره على النبتة. هذا بالنسبة للأسمدة. لا تخلط، أنت إذا خلط عفس. ما ابغى استخدم الجلف اجرو، ابغى استخدم الام بي كي، برد امشي بنفس الطريقه. طبعا لما اتكلم عن الام بي كي نحتاج الام بي كي المتعادل، ما بنتكلم عن الام بي كيات العالي هذا، لا، لان لهم اطوار ما بندخلهم. الام بي كي المتعادل حق كل وقت وحق كل نبته، بتمشي بنفس الطريقه. ام بي كي متعادل بتخلطه ويا حديد كل 10 ايام مره، ما في مشكله، بس على الاقل خلوه يمشي 8 جرعات، على الاقل 8 جرعات حق اشوف اثر ماله. من اول يوم تستخدم جلف اجرو، وتالي ما تستخدمه تقول جلف اجرو ما استفدت منه، مو معناته الشنس. بناء تسميد تمشي في التربه، انت على الاقل 8 جرعات لمده شهرين متواصله علشان تعرف شو تسوي واثر ماله على النبته. هذا بالنسبه للملاحظه الثالثه. الملاحظه الثالثه، اشتريت شكله من المشتل، جبتها البيت، ما تسمد نهائيا، ما تسمد. انت ماخذها من المشتل، ماخذها من المشتل 100% مسمده، خصوصا للنباتات اليونيك مثل البرتقال وشغلات هذه والاشياء المركبه والاشياء، ما تسمد نهائيا، نهائيا ما تسمد، على الاقل شهر كامل. واذا جبتها البيت لا تروح تاخذها وتزرعها في الارض، على الاقل شهر كامل اخذها باصيص مالها، مكان اللي انا مقرر بزرعها في وين وبخليها. شهر كامل قاعده بدون تسميد، بس اراقب الري مالها والسقي، وبس ما اعطيها تسميد. لان انا ما ادري ايش قد المشكل عاطنها مسندنها.
فعلى الاقل بترك لي شهر فتره امان بالنسبه لي، وتالي بشيكها باخف الاسمده. ام بي كي متعادل نصف جرعه، مو الجرعه الكامله، نصف الجرعه بستخدمها اليها. ابغى اشيك وضعها، هل المسمده تسمي البقري اللي اسوي لها عليها اوفر دوسج او جرعه زائده؟ ما في فائده، صح لو مو صح؟ ما اسمدها، ما انزلها في الارض، واقلمها، اشوف الاشياء اللي تحت التعبانه يابسه. طبيعي انت بتجيب شجره فيها بعض الاشياء تحتاج الى تقليم، واخليها في مكان مشمس، مكان اللي بزرع فيه، واقعد اراقبها شهر كامل. لا تستعجل عليها وتنزلها في الارض وتالي عقب يومين ثلاثة ايام تلاقيها منصدمه وميته. لا تسمدها بسرعه. السماد يعني هي ما بتموت لما بتصبر عليها شهر كامل، لان هي اوريدي مسمده جايه منك جاهزه. فما محتاجين ان احنا نستعجل على الشتله علشان نزرعها في الارض وعقب يومين ثلاثة ايام تموت ونشوف اوراقها طبت وتبلد وصايدنها الشوك الجذور وتروح على منك، تروح ندافعين فيها فلوس وانتهى موضوعها. هذه الثلاث الملاحظات اللي حبيت اتكلم فيها انا اليوم عنها، وان شاء الله قدرت اوصل الفكره، لان هذه الملاحظات انا استقيتها من الاسئله الكثيره اللي تجي على الخاص. لما جمعت الموضوع حسيت ان هذا مهم اني انا اقدمه. كان المفروض اني انا اقدم حق تقنيه جديده في الزراعه، ولكن حسيت ان التقنيات يجب تتاجل. احنا محتاجين ان ناسس اساسيات صحيحه للزراعه، بعدين ممكن ننتقل الى التقنيات الجديده في الزراعه. والله يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله، وشكرا جزيلا على المتابعه، وسامحونا على الاطاله.